الارزو او لسان العصفور اللي هنعمله بالكوسه والكريمه. وصفه جميله جدا، بتبقى كريمي كده ولذيذه قوي وهتحبوها جدا. عندنا كيس من لسان العصفور، الكيس بيبقى حوالي 400 جرام. عندنا كوبايه من الكوسه المبشوره، بصله مفرومه، ومعلقه كبيره من الثوم المفروم، معلقه كبيره من بشر الليمون، نص كوبايه من عصير الليمون، وقطعه من الجبنه الفتة او الفيتا، اي قطعه كده صغيره، اي جبنه بيضه انتوا بتحبوها هتسيح، كوبايتين من الحليب ومرق او زبده وزيت نباتي، ومعلقه صغيره من السبع بهارات وملح وفلفل اسود. عندنا يعني طريقتين للوصفه دي، يا اما نحمر لسان العصفور يا اما نحمر لسان العصفور يا اما هنسيبه كريمي. انا حاسه الحله دي صغيره، هجيب واحده اكبر، هشوحه مع البصل. يلا بينا. نعلي النار ونبدا ناخد الزبده، هنحط مكعبين من الزبده، هنحط معاهم شويه من الزيت، وهحط معاهم البصل. استنوا نجيب سباتشولا. يلا بينا. وهنحط كمان الثوم وبشر الليمون من دلوقتي. ادي بشر الليمون وادي الثوم. فاللي هيحصل ان الزيت هيسخن ومعاه البصل والثوم وبشر الليمون، الزيت والزبده، فهيدونا طعم رائع وجميل. هنسيبهم كده على الهادي، الهادي بتسخن والزبده بتسيح والليمون ريحته بتفحفح. وكل حاجة ماشية تمام. ده بالظبط اللي أنا عايزاه، عايزة أطلع ريحة كل الحاجات دي عشان تبقى جزء من الوصفة تخليها أحلى بكتير. الزبدة والزيت سخنوا، البصل بدأ يدبل، الثوم ريحته طالعة، كل أمورنا تمام جدا. أقدر أجي في الخطوة دي وأحط لسان العصفور، هديله بس تشويحة بسيطة معاهم، مش تشويحة كبيرة ولا عايزاه يحمر يعني وياخد لون ذهبي، بس كده ياخد تشويحة في نكهة الثوم والبصل والليمون وكل حاجة. زي الفل. ريحته تحفة، البصل دبل زي ما انا عايزة، لسان العصفور بياخد تشويحة بسيطة، كل أمورنا ماشية حلو جدا. العصفور هنا أخد تشويحة لطيفة جدا جدا مع البصل والليمون والثوم، وأنا شامة ريحة كل حاجة فمبسوطة، عارفة إن الريحة تمام. هعمل إيه دلوقتي؟ هاخد الكوسة المبشورة هنزلها عليهم برضو تاخد تشويحة معاهم، هدي رشة من الفلفل الأسود وملح، ورشة من جوزة الطيب، وحدي بهارات، شوية بهارات ممكن استبعد، انا حاسة اني عايزة استبعدها، مش حاساها قوي، هستبعد البهارات لاني حاسه انه ملح وفلفل وليمون وثوم كفايه قوي عشان يبقى الطعم حلو، فاستبعدت البهارات. اللي عايز يحطها طبعا يحطها، ما فيش مشكله، بس انا مش عايزاها قوي. وهدي تقليبه دلوقتي لكل حاجه. بشر الليمون حطاه من زمان، حطيته من الاول خالص يا نور. تقليبه بقى لكل حاجه مع بعضيها
وهاجي دلوقتي اضيف المرقه واللبن والجبنه الفيتا. اهم حاجه بقى ايه؟ ان تبقوا فاهمين كويس جدا ان ده مش وصفه للسان العصفور هتخليه مفلفل كده زي الرز، لا دي وصفه كريمي فهيبقى طري شويه وفي صوص. فده مهم جدا انكم تعرفوه علشان ما حدش يفتكر ان هو ايه ده معجن مني، ايه ده بايظ، ايه ده ما نشفش السائل اللي فيه. لا هو مش مطلوب كل ده يحصل اصلا، هو مطلوب ان هو يبقى كده كريمي ومعجن وفي مش معجن كريمي وفي شويه سائل. هقلب كل حاجه مع بعضيها وهسيبه بقى ايه، هحط له الجبنه الفيتا وعصير الليمون في الاخر خالص. محتاجه اغطي، هنقلب. بصوا لسان العصفور قاعد يشرب من الصوص وامورنا زي الفل وطالع كريمي ويجنن. انا هعمل بس حاجه واحده، هوطي بقى النار وهسيبه متغطي عليه يكمل سوا براحته. ارزو بصوا بقى كريمي وصوصي وفي كل اللي احنا عايزينه وزياده. هاجي دلوقتي احط له عصير الليمون وهحط له كمان ايه الجبنه. هقلب كده مع الحراره الهاديه، الجبنه هتسيح هتديله طعم وقوام تحفه وهتخلي الوصفه دي احلى واحلى. تقليبة هنسيبهم على نار هادية كده بس الحرارة تسيح الجبنة تماما وخلاص هي على التقليب.